النائب محمد دلال كتب تغريدة وتفسر تفسيرات عديدة وجهة نظره فيه كسياسي. قال أبو عبد الله: استذبحوا وتفننوا في خنق الحراك الإصلاحي حتى وصلت الأمور إلى سجن الشباب الوطني، وفي مرحلة ظن الكثيرون أن الحراك ذهب بلا رجعة، وإذا بالمحنة تنقلب منها، وفي استذباحهم لخنق الحراك سببا في إعادة الحياة له. ونحن نشهد هذه الأيام إرهاصات بدء موجة جديدة من الحراك الإصلاحي، وغدا لنظري لقريب. توقع على كلام دلال الحراك اللي صار مثلا في 2012 ممكن يعود المرحلة هذه؟ لا ما أعتقد. ليش ما أعتقد؟ يعني المرحلة هذه ما أعتقد، لأنه يعني اللي صار داخل الحراك نفسه يعني مصدر إحباط لكثير من المخلصين، لكثير من المخلصين داخل الحراك. وبالتالي يعني انا ما اعتقد انه يعني في بوادر حراك يعني مثل ما صار ب 2012 يعني. لكن بس لا تنسى محمد دلال يعني المكتب السياسي والحركه الدستوريه والحراك كان يتكلم ان الحركه كان لها قوه فيه. لذلك الحركه الان لن يكون لها قوه في اي شيء يعني بحراك، ما اعتقد. هو قاعد يقول لك هذا حراك يعود مره ثانيه الشباب. لا لا، هذا كلام تغريده سياسيه، لكن مو ما اعتقد صحيح. ما يعني تقييمي أنا للوضع السياسي لا ما أعتقد فيه.